تحية ليلية، وهذه حصيلة قراءات طويلة حول بعض الصحابة. طبعا لا أرى أن كل الصحابة عدول، هذا كلام يعني مجاني، يعني كثير منهم أو إن أردنا الدقة على الأقل بعضهم منافقون. ومن الأشياء التي بحثتها بعيدا عن كتب الشيعة في مصادر أهل السنة، نفاق أبي بكر وعمر وعثمان وأبي سفيان وأبي موسى الأشعري، مصادر أهل السنة عند ابن عساكر وغيره، أن الرسول يعني حتى في نهاية حياته، معروف قول ابن عباس الرزية ما حدث يوم الخميس، وهو أنه قال ائتوني بكتاب اكتبه لكم لن تضلوا بعده، وكان في القوم عمر فرفض وقال حسبنا كتاب الله إنه يهجر، يعني يهدي، وهذا في صحيح البخاري. وعندما يتذكر ابن عباس هذا الحدث يبكي ويقول الرزية ما حدث يوم الخميس. طبعا كل هذا يخفى وربما يكون مشهورا، لكن من الأشياء التي وصلت إليها أن الرسول بعد أن يأس أن يأتيه ولد، حديث غدير خم موجود عند أهل السنة، من كنت مولاه فعلي مولاه، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، كان يريد أن يثبت الحكم بعده لعلي. طبعا وزوج ابنته فاطمة، والرسول على كثرة زوجاته عندما طلب منه علي أن يتزوج على فاطمة رفض، واعتذر بأنه كان يريد أن يتزوج بنت أبي جهل. طيب بنت أبي جهل مسلمة، لكن الرسول قال لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله، طيب لا تزر وازرة وزر أخرى، ليس هذا هو الموضوع. لكنه رفض تزويج علي، يريد علي وفاطمة يكونون بعده. يعني أدرك عمر بن الخطاب وعثمان وأبو بكر ذلك، ومعهم أبو سفيان وأبو موسى الأشعري وطلحة. فحدثت حادثتان تحتاجان إلى تدبر، ومشكلة علمائنا أنهم حفظة، حتى من الجيل الجديد عبد العزيز الطريفي يعني لا تشك في حفظه، قال فلان وقالوا استظهاره، ما تقول فيه شيء، لكن تعمق تحليل ما فيه، وإن كان هو يفوق هيئة كبار العلماء. يعني عندما نتأمل هذا الموضوع، أولا الرسول لعن أبا بكر وعمر، لما مرض أراد أن يخلي المدينة إلا من علي، فجهز جيش أسامة وقال لعن الله، هذا في الصحيح، من تخلف عن جيش أسامة، وقال أريد علي، أنا عندي لي أمور، وكان يريد أن يخرج الذين يعني يريدون الملك بعده، منهم أبو بكر وعمر. عصيا الرسول وتخلف، ما حضر، يعني معناه حلت عليهم اللعنة، لأن الرسول أدرك أنهم يريدون اغتياله. طبعا حادثة لا تلدوني بنت أبي بكر وحفصة ولا يبقى منكم أحد إلا لد، كانوا يسقونه شراب في آخر حياته، قال ألم أقل لكم لا تلدوني، قالوا بعض من حوله خلاص لا تلدوا لا تسقوا، قالت عائشة لا، كراهية المريض للدواء.
ليس هذا ليست هذه أيضا هي القضية. الأشياء التي بحثتها وفي مصادر أهل السنة كما قلت عند ابن عساكر وغيره، عندما عاد الرسول من تبوك وفي الليل رأى حركة غريبة كذا، فقال لعمار بن ياسر وحذيفة اخرجوا معي ولنسلك بطن هذا الوادي وحدنا والجيش يذهب وحده. هذا موجود في مصادر أهل السنة. سلك الجيش طريقا، وسلك الرسول وعمار وحذيفة ابن اليمان الطريق، كان هذا ممسك بالزمام وهذا يقود الناقة والرسول راكب. المجموعة التي حاولت اغتياله، وفي مصادر أهل السنة قيل 14 رجلا وقيل 12 رجلا، أدركوا أن الرسول سينجو، فاتفقوا ما دام أنه يسلك بطن الوادي سيمر بالعقبة، ولذلك سنخرج إذا تحينا الفرصة، إذا اقترب ننفر ناقته ونجعله يسقط من العقبة. وعندما كان العقبة خرج الأربعة عشر أو الاثنان عشر ملثمون، أو خرجوا ملثمين على الحال. وهجموا، وعرف الرسول الأمر فقال لحذيفة أخرج لهم، خرج لهم بمحجن مثل الآلة الحادة كذا، وقال اضرب بها وجوه نوقهم أو خيلهم، وفعلا فعل حذيفة ذلك، وعرفوا أن الأمر قد اكتشف وذهبوا سريعا في الليل، كانوا ملثمين ودخلوا في الجيش. فقال الرسول له هل عرفت منهم أحدا؟ فقال فلان وفلان وفلان وفلان، وعدت الرسول وكذا وعرفوا المجموعة. يقولون إن حذيفة أمين سر الرسول لأنه يعرف المنافقين. لا لا، الرسول نفسه لا يعرف المنافقين، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. أمين سر الرسول في هذه الحادثة فقط، هذه الحادثة فقط، حادثة الأربعة عشر اللي أخبر الرسول، وأخبر الرسول وقال خلاص لا تخبر أحدا، قال نقتلهم، قال كلام المشهور كما قال عن عبد الله أو عن عبد الله بن أبي حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه نتركهم وكذا. ولذلك نحن مشكلتنا دائما نقول انظر عمر على تقاه وعلى ورعه وعلى كذا، يسأل عمار أعدني رسول الله من المنافقين؟ الرسول ما قال لحذيفة أصلا إلا في هذه الحادثة، لأنه كان خائفا أن يكون قد رؤي وعرف. ولذلك قال حذيفة وفي مصادر أهل السنة لو حدثتكم بأسمائهم لكذبني ثلاثة أثلاثكم، يعني كلكم. فقال أحدهم إذا كذبك ثلاثة أثلاثهم فماذا بقي؟ أيوة. وكان الرسول وكان عمر في كل مرة يسأله يريد الأمر، كان حذيفة لا يجيبه. وعندما توفي أبو بكر دعا عمر حذيفة ليصلي عليه فلم يصلي، هذا موجود في مصادر أهل السنة. وبقي عمر يسأل حذيفة أعدني الرسول من المنام، لا يجيب إلى أن تولى الخلافة. فجاء بحذيفة خلاص وقال أنا الآن خليفة المسلمين ولي عليك الطاعة، وا 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 أخبرني، خشي على نفسه أن يقتله، لأن كانت هناك تصفية لبعض المناوئين منهم سعد بن عبادة يوم السقيفة عندما بايعه الأنصار، وخرج له أبو بكر وعمر وتركوا الرسول، وموجود في مصادر أهل السنة ثلاثة أيام ما اهتموا به،
في السقيف. بعضهم يقول والله انشغلوا بأمر الخلافة وكرهوا أن يبات المسلمون في مدري إيش كذا. وش كرهوا؟ خلاص خذها سعد بن عبادة يقعدوا أنتم عند الرسول. ما لا لا، كانت أمور الخلافة وأبو بكر وعمر نسقوا لها تمام. دخلوا أبو بكر وقال ماذا قلتم وكذا، وكان سعد بن عبادة مستلقي مريض وكذا. قال لا، إن هذا الأمر تعرفون أنه لقريش ولكذا، وطيب علي أقرب منك طيب إذا كان وكذا. ثم قال عمر لأبي بكر ابسط يدك أبايعك، لأن عمر عارف أنه ليس من السابقين إلى الإسلام وليس وليس وليس، فاتفق مع أبو بكر أنا الأول وأنت الثاني. ولذلك قال علي احلب حلبا لك شطره، يعني النص بالنص. وبايعه، وبعدين بعد وفاة، بعد أن اقتربت يعني حياة أبي بكر من النهاية، أوصى لعمر مباشرة أول مرة تجمع سومة، وأتبه الجميع منهم طلحة وفلان، أتولي علينا فضا أتولي ما فيها عمر. اتفاق هذا قديم. وصفوا سعد بن عبادة قتلوه، وبعدين عاد أعطونا من الأساطير والله قتله الجن، وسمعنا صوتا يقول قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطف فؤاده، ومن هذا الكلام. أعود إلى حادثة العقبة. طبعا حدث ما حدث، وحذيفة أمين سر الرسول ويعرف القوم في هذه الحادثة المنافق، وليس كل المنافقين، ولا تذكر مصدر من المصادر هذا. ولذلك عمر كان يلح عليه. لماذا؟ لماذا عمر يلح عليه إلى الخلافة وكان حذيفة لا يخبره إلى أن خشي مقتله؟ وبعد ذلك لما ألح عليه قال أخبرك ولا أخبر أحدا بعدك، خلاص يعني أنت الآن خليفة وش نقول يعني. فمشكلة القراءة لتراثنا مشكلة، يعني نيجي نقول عمر على زهده وعلى كذا، شوف يجي الحذيفة يقول أعدنا الرسول، شوفوا شلون، وحنا الله يرحم حالنا. نقرأ التاريخ يعني جيدا ونعرف حادثة العقبة، وأن حذيفة لا يعرف إلا هؤلاء 14 أو 12 الذين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة وأبو موسى الأشعري وأبو سفيان. مصادر تنقص واحد تضيف واحد تتحدث وكذا، وعدم صلاة حذيفة على أبي بكر معروفة، وإلحاح عمر على حذيفة إلحاح باستمرار، لأن الحديث عن هذه الحادثة. أنا أعتقد أن تراثنا إذا قرئ بهذا الشكل لن نقول مستقبلا داعش لا تمثل الإسلام، لأنها تمثل الإسلام الذي في الكتب تماما. حرقوا والرسول حرق، العرنيين سملأ أعينهم، وأبو بكر حرق رجلين، وخالد بن الوليد حرق، وعلي بن أبي طالب حرق. قالوا لا والله علي بن أبي طالب ندم لأن سمع لا يعذب بالنار إلا رب النار. من يقول؟ ابن عباس قال لو كنت مكانه لقتلتهم وما حرقتهم لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فلما بلغ ذلك علي بن أبي طالب قال ويل ابن عباس، وفي رواية ويل أم ابن عباس، يعلمني أنا بالدين أنا أحرق، ما في العالم كله محرق، لا التحريق لا السبيل يسوونه لا كل شيء، ما فيها يعني. الذبح بني قريظة ما بين 600 إلى 900 نحروا في يوم واحد، والأطفال الذين من 12 سنة إلى 15 عاما مجرد قالوا يكشف عن آنته، إذا كان أنبت يقتل. قتل 200 سميهم طفل. طيب هذا لو وش ذنبهم؟ إذا كان بنو قريظة خانوا، خذ أهل الحل والعقد، خذ أهل الحل والعقد واترك هذا، لا تسب النساء والذراري.
والرسول أخذ 200 امرأة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. 200 طفل من هال، وأخذوا وزعوا وكذا، والبقية أرسل أحد الصحابة إلى الشام وقال بعهم، بعهم كذا في مصادر أهل السنة، واشتري بثمنهم خيل وسلاح. ولا شيعة ولا مغرضين في مصادر أهل السنة. يعني الرسول عندما تزوج صفية، هل يعقل إنه في خيبر قتل أباها وأخاها وزوجها، ثم في الطريق قال لأم سلمة مشطيها ودخل بها مباشرة؟ هل يمكن أن تحب امرأة لو أنه ملاك؟ حتى أن أحد الصحابة وقف يحرس يخاف أنها تغتاله، فلما خرج الرسول كبر، يعني الحمد لله نجيت، قال ما أوقف، قال خشيت من كيت وضع قاتل. وصفية أصلا لم تقع في قسم الرسول، وإنما وقعت في قسم دحية الكلبي في مصادر أهل السنة. فقال الرسول إنها يعني لا تليق إلا بملك وكذا، صفية وجميلة. قال أعطوني إياه، وقال الدحية خذ 10 بدالها. ونفس القضية فيما يتعلق بجويرية بنت الحارث في موقعة بني المصطلق التي ثلثها من المنافقين وقطاع الطرق ب يعني آراء المؤرخين من أهل السنة. وجويرية بنت الحارث قتل يعني زوجها وأباها وأخذها، ولم تقع في قسمه، وقعت في قسم صحابي آخر وخذها منه وقال خذ بداله. هذا هو تراثنا، هذا اللي موجود في الكتب، هذا اللي موجود في الكتب. يعني يقولون الذبح الذبح الذبح. الرسول مع العرنيين صنع شيئا لو صنعته داعش كان كاميرات التلفزيون جلست 20 سنة تعيد فيه. هم ماذا فعلوا؟ قتلوا الراعي، معروف حديث العرنيين، استأمنهم الرسول وقال لما اجتووا المدينة وقال اخرجوا مع الراعي اشربوا من ألبانها وأبوالها اللي هي الإبل، وبعدين غدروا قتلوا الراعي واستاقوا الإبل، حقهم القتل ما فيه مشكلة. الرسول ما قتلهم، سمل عيونهم يعني فقعها مثل ما نقول كده، وبعدين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وبعدين تركهم في الحرة يستسقون ولا يسقون حتى ماتوا. قال أنس فرأيت أحدهم يكض التراب والرمل بفمه يبغى موية، بالله لو المشهد هذا يصور، هذا التراث، هذا التراث. تجد العالم إذا تحدث داعش لا تمثل الإسلام، داعش لا تمثل الإسلام، وضح. طيب وضح كيف يعني تبرأوا من هذا التراث ولا قولوا تمثل الإسلام؟ ما أدري يعني هذه معابثات آخر الليل وحصيلة قراءات. وش نقول؟ تصبحون على خير.